www.adrasjo.com. الآن القاعدة اللي كثير طلاب تصعبوا منها شرحناها على اللوح بطريقة كثير بتجنن، إلا أننا نشرحها بطريقة ثانية على الشاشة، اللي هي passive voice. شو يعني passive voice؟ المبني للمجهول. شو يعني passive voice؟ المبني للمجهول. طيب حكينا ملاحظة، الملاحظة الأولى شو بتحكي؟ الأس شو يعني subject والأو شو يعني object مفعول به. الآن بنميز passive voice من خلال الكلمة المكررة. نبلش القاعدة الأولى، إذا كان معطيني واحدة من خوات الهاف شو هم؟ have has had مع verb 3. الهاف هاز هاد بخليهم زي ما هم، وشو بحط بينهم؟ بين فيرب 3. واحدة من خوات الهاف، هاف هاز هاد، بعديهم بين وفيرب 3. شوفوا المثال، عرفات هاز كومبليتد 3 ريسيرشز، عندي 3 ريسيرشز، هاي كلمة مكررة. عندي واحدة من خوات الهاف، بنزل هاف هاز هاد. هسا بتقول لي استاذ نزل هاف، بقول لك لا، شو بدنا ننزل؟ هاف، لأنه هاي شو مالها؟ جمع. بعدين شو بنحط؟ بنحط بين والفيرب 3 اللي هي كلمة ايش؟ كومبليتد. بتقول لي استاذ عرفات باس، بقول لك اه بس الكلمه المكرره لا تكتب، بصير تكتب باي والفاعل اللي هو عرفات او هم. المثال الثاني، وي هادنت تولد ذا تروث. ذا تروث عندنا واحده من خوات الهاد، هاف هاز هاد، بنحطهم هادنت بتضلها هادنت، وشو بعديهم بكتب؟ بين والفيرب 3 اللي هو تولد، بصير اكتب باي اس. تمام، خلصنا من القاعده الاولى، وجود واحده من خوات الهاف، هاف هاز هاد، بنزلهم بعديهم بين فيرب 3. القاعدة الثانية مش مهمة كتير، اللي هي وجود واحدة من خوات المودلز، كانوا كود وول وود مع هاف فيرب 3. بكتب المودلز والهاف، شو بكتب بعدين؟ بين فيرب 3. Government may have saved some of the historical sites in Jordan. الآن some of the historical sites، عندي مودلز مع الهاف مع فيرب 3، بنزل المودلز اللي هي المي، وبنزل الهاف، وشو بكتب؟ بين والفيرب 3 saved، والكلمة المكررة لا تكتب، شو بكمل؟ in Jordan. تمام، تحكي لي تمام. Government shouldn't have forced people living along the river from their homes. عندي models مع have مع verb 3، بنزل المودلز هي shouldn't، بعدين have، بعد الهاف شو بكتب؟ been forced، والكلمة المكررة لا تكتب، بكتب البعديها from إلى آخره. تمام، تحكي لي تمام. القاعدة البعديها شو بتحكي؟ القاعدة البعديها، القاعدة البعديها بتحكي لي لو كان معطيني واحدة من خوات المودلز مع فيرب 1، بتقول لي استاذ عرفات ستوب، انا ما بعرف المودلز، بقول لك تعال نتعرف على المودلز. هاي المودلز كان وكود ويل وود وشل وشود ومي ومايت وماست وهاف تو وهاز تو وهاد تو وام از ار جوينج تو. هذول شو اسمهم؟ مودلز. شوف شو الحل، مودلز مع فيرب 1، بحط المودلز، شو بعديها؟ بي فيرب 3. نبلش، وي كان ترانسبورت جودز هندردز اوف كيلومترز. عندي ايش؟ جودز، جودز كان مع فيرب 1 اللي هي مودلز مع فيرب 1، بنزل المودلز اللي هي كان، شو بعديها بكتب؟ هاي بي، والتصريف الثالث من ترانسبورت اللي هي ترانسبورتد، وما بكتب الكلمه المكرره، بكمل اللي بعديها هندرد الى اخره. Government must give people compensation او compensation. عندي must مع فيرب 1، بنزل المودلز اللي هي must، وبكتب بي وجيف، شو بتصير؟ given، ما بكتب الكلمه المكرره، بكمل هاي. I won't move many things in my room. عندي won't، هاي won't اختصار ل will not. طب عندي models مع verb 1، بحط المودلز، شو بعديها؟ be verb 3. هكتبنا ال won't، بعديها ال be والverb 3 من move، شو هي؟ moved. تمام، تحكي لي تمام. Students have to، انتبهوا لهي، have to من المودلز، بنزلها have to، لا بتقول لي استاذ عرفت نزلها has to. ليش has to؟ لانه هاي شو مالها؟ مفرد. نزلت المودلز، شو بعديها بكتب؟ بكتب بي، والتصريف الثالث من فينش شو هو؟ فينشد. تمام، تحكي لي تمام، بقول لك يلا. لا بلاش نعيد القاعده اللي بعديها. اذا اعطاني وحده من خوات البي، ام از ار واز وير، هذول شو اسمهم؟ بي. شو معهم؟ اي ان جي. شوف شو الحل، بكتبهم ام از ار واز وير، شو بكتب بعديهم؟ بينج فيرب 3. طب شوف المثال، عرفات از ديسكاسينج ذا ثيرد كويشن ناو. عندي از مع اي ان جي، بنحط الاز، وشو بكتب بعديها؟ هاي بينج، وديسكاسينج شو بتصير؟ ديسكاسد. تمام، تحكي لي تمام. يلا، وير وير يو بلانتينج ذا اورنج تريز او تري. عندي وير بس بنزلها هنا واز، شو السبب؟ لانه هاي مفرد. بعدين شو بكتب؟ بكتب كلمه بينج، وبلانتينج شو بتصير؟ بلانتد. تمام، تحكي لي تمام، بقول لك يلا على القاعده اللي بعديها. القاعده اللي بعديها،
إذا كان معطيني do does مع verb one, do does شو بتصير؟ am is are. طب إذا كان معطيني did مع verb one, did شو بتصير؟ was or were. ودائما verb one لإيش بحوله؟ لverb three. We didn't make any noise yesterday. معطيني did. did شو بتصير؟ was or were. طب هاي مفرد، هاي was. طب في نفي، wasn't. بعدين إيش التصريف الثالث من make؟ شو بتصير made؟ هل بكتب الكلمة المكررة؟ لا. شو بكتب كلمة yesterday؟ بكمل. The ladies don't prepare Chinese food. شو عندي هون؟ do. do و does شو بتصير؟ am is are. طب عندي don't شو بتصير؟ isn't. والتصريف الثالث من prepare شو بتصير؟ prepared. ما بكتب الكلمة المكررة. does Sarah get enough sleep؟ شو عندي؟ does. do و does شو بتصير؟ am is are. طب يلا هاي شو بتاخد؟ is. والتصريف الثالث من get got أو بصير gotten عادي. عرفات doesn't help his students. عندي do does. do does بتصير am is are. هاي جمع بتصير aren't. والتصريف الثالث من help شو بتصير؟ helped. تمام تمام. بتحكي لي استاذ القاعدة الأخيرة، شو بتحكي القاعدة الأخيرة؟ verb one أو verb one مع us شو هي؟ verb one مع أو verb one مع us شو بتصير؟ am is are. طب الverb two شو بتصير؟ was or were. ودائما الverb one لإيش بحوله لverb three. my English teacher takes. takes verb one. الverb one شو بتصير؟ am is are. طب هاي جمع شو بتاخد؟ are. والتصريف الثالث من take شو هو؟ taken. والكلمة المكررة لا تكتب، بكمل اللي بعديها in each إلى آخره. I repented my car. repented هاي verb إيش؟ verb two. الverb two شو بتصير؟ was or were. تمام. هاي مفرد، هاي was. والتصريف الثالث من repented ما بخليها زي ما هي repented، وبكمل الجملة زي ما هي. I mended my bike yesterday. شو عندي mended؟ المندد إيش؟ verb two. الverb two شو بتصير؟ was or were. طب هاي مفرد، هاي was. والتصريف الثالث من mend شو بتصير؟ mended. طيب تمام. people love. love verb ايش؟ verb one. هاي هالverb one شو بتصير؟ am is are. طب هاي مفرد، هاي is. والتصريف الثالث من love شو بتصير؟ loved. تمام تمام. بقول لك الان بشكل سريع جدا بدنا نعيد القاعده. شو بدنا نسوي؟ بدنا نعيد القاعده. الكل يطلع علي هون. بسم الله. الباسف القاعده الاولى أعطاني واحدة من خوات الهاف. شو هم؟ have, has, had. شو معهم؟ verb 3. شو الحل؟ هدول بنزلهم وبكتب been وبنزل ال verb 3. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أعطاني واحدة من خوات المودلز مع verb 1. شو الحل؟ المودلز بنزلهم وبكتب بي مع verb 3. القاعدة الثالثة أعطاني واحدة من خوات البي مع ing. شو الحل؟ البي بنزل البي وبكتب being verb 3. القاعدة الرابعة أعطاني do أو does أو did مع verb 1. شو الحل؟ الدو والداز شو بتصير؟ am is are. والديد شو بتصير؟ was or were. ودائما الverb 1 شو بتصير؟ verb 3. اخر قاعده، قاعده خمسه تعطاني verb 1 او verb 1 مع us او verb 2. شو الحل؟ verb 1 او verb 1 مع us بتصير am is are. والverb 2 was or were. ودائما الverb 1 او verb 2 لايش بحوله؟ لverb 3. هيك خلصنا قاعدة شو اسمها؟ الباسيف فويس. حلوا أمثلة الدوسية وبعتلوا حلولكم. بيج هارت. www.adrasjo.com